حبيبات القلب، كيفكم؟ طبعا شوفوا، هاي اخذتها من توفيسا بنات، طبعا صيفيه مريحه بتقدر تطلعي فيها هلا. وبنفس الوقت فيها طاقيه وكل الالوان فيها. هاي مثلا جيب، انا بالنسبه لي بحب مثلا بحب هاي الالوان، بتقدر تلبسوها على جينز، بتقدر تلبسوها على ليجنج. بس انا ليجنج لابسته مش تبع رياضه هلا، لاني بدي العب رياضه كارديو، يعني صار لي فتره شوي هيك قاطعه. فالمهم، فزي ما انتم شايفين صبايا، هيها البلوزه حلوة لكل يوم مثلا لهلا، كمان لأنه إحنا مش كتير نتأنق وبنلبس، فهدول الأشياء كتير مريحة ومناسبة. هلا أورجيكم القطعة التانية منها من توفيس. وفي كمان قميص أنا بعشقه، إن شاء الله يا رب يكون موجود، أنا مش جربته، هذا لازم يكون عند كل صبية وسعره خيال. هاي البلوزة التانية زي ما أنتم شايفين، شوفوا أخذتها برضه من توفيسا. خلينا نروح نشوف قديش سعرهم على الموقع مع كود الخصم. مع كود الخصم راح أعطيكم إياه. دي أسمع شكلك بنات، بس خلاص بورجيكم عاد عشان أسمع أقيسهم، ما في داعي أتأنق وأصور فيهم، صح؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.